ربي أمين. مشكلته في الحياة هو عنده نيته ويحب يبيعها بسوم معقول، يحب يبيعها بثلاثة كيلو. ويني موتورك يا أمين؟ جيب الموتور خلوانه للشباب. موتور أمين سومة في جديد، سومة قرابة 5 ملايين أمين طالب فيها 3 واش يا لندرا أمين يمشي بيعها الموتور أملي السؤال ما تروح لأمين. جاية تحديدا من مدينة بارما عاصمة الأنوار، مدينة الأطفال. والله نحبوا نحلوا معناتها بيبي فوت، عنا بيبي فوت، نحن نحبوا نحلوا بيبي فوت في الحومة، فهمت؟ ندخلوا فلوس نخدموا على رواحنا، فهمت شنو؟ وجاتكم الفكرة في رمضان يعني؟ في رمضان وزيد لقينا أحلامنا هنا معناتها، فهمت؟ هكا هاو قلنا نبيعوا الموتور ونحب نحرق ديما، نحب نحرق ديما، نحب نبعد من تونس، فهمتني؟ جيك البروجرام هذا كان في رمضان؟ لا كان في رمضان، خاطر رمضان الدنيا باردة وكذا، واحد يمشي يجرب من البرد، فهمت؟ لا بأس. ما تموت وانت صايم؟ لا فماش موت، صايم انا ما خافش من الموت، قدرت ربي لا بأس نوس. قالوا لي عندك موهبة في التقليد. لا نقلد حمزة البلومي حقائق الأربعة. ورينا. تقليد مش نورمال، شنو تحب نحكي لك أي حاجة. أي حاجة. أنا صاحبك اللي يحب يبيع الموتور. صاحبي أمين مشكلته في الحياة هو عنده نيتر ويحب يبيعها بسوم معقول، يحب يبيعها بثلاثة كيلو. ويني موتورك يا أمين؟ جيب الموتور خلوانه للشباب. موتور أمين سومة في جديد، سومة قرابة 5 ملايين أمين طالب فيها 3 واش يا لندرا أمين يمشي يبيعها الموتور أملي السؤال ما تروح لأمين. هادي متى أمين احكي له على الموتورة نتاعك بالحق، باش تبيع موتورة؟ أي خوانا باش نبيع موتوري، موتوري جاية من إيطاليا، جاية تحديدا من مدينة بارما عاصمة الأنوار، مدينة الأطفال. وعلاش باش نبيعوها سوا اسم الموتور؟ والله نحبوا نحلوا معناتها بيبي فوت، عنا بيبي فوت، نحن نحبوا نحلوا بيبي فوت في الحومة، فهمت؟ ندخلوا فلوس نخدموا على رواحنا، فهمت شنو؟ وجاتكم الفكرة في رمضان يعني؟ في رمضان وزيد لقينا أحلامنا هنا معناتها، فهمت؟ هكا هاو قلنا نبيعوا الموتور. عندك موهبة أخرى؟ والله يا لي عندي موهبة تحقيق الأربعة كهو تحقيق. ما تغنيش؟ ما نغنيش، ما عوداي عندهم على الغناء. خليك ما عنديش. حكينا على عوداي. عوداي هذايا لبس 45 في ساقية. صاحبي أمين مشكلته في الحياة هو عنده نيته ويحب يبيعها بسوم معقول، يحب يبيعها بثلاثة كيلو. ويني موتورك يا أمين؟ جيب الموتور خلوانه للشباب. موتور أمين سومة في جديد، سومة قرابة 5 ملايين أمين طالب فيها 3 واش يا لندرا أمين يمشي بيعها الموتور أملي السؤال ما تروح لأمين. جاية تحديدا من مدينة بارما عاصمة الأنوار، مدينة الأطفال. والله نحبوا نحلوا معناتها بيبي فوت، عنا بيبي فوت، نحن نحبوا نحلوا بيبي فوت في الحومة، فهمت؟ ندخلوا فلوس نخدموا على رواحنا، فهمت شنو؟ وجاتكم الفكرة في رمضان يعني؟ في رمضان وزيد لقينا أحلامنا هنا معناتها، فهمت؟ هكا هاو قلنا نبيعوا الموتور.